بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. فقط هنا في نفس الموضوع عن منهاج الكويت في الفيزياء الصف الحادي عشر الفصل الأول، تحدث الآن عن هنا مراجعة رياضية بسيطة. عندي الساين كما نعرف هو الجيب، أتمنى أن تعود استخدام اللغة العربية للدلالة على الجسم الثلاثية، هو المقابل الـ RY على الوتر الـ R. الكوساين جيب التمام هو المجاور الـ RX على الوتر R. التان هو عندي المقابل RY على المجاور RX. هذه مراجعة رياضية مهمة جدا في عمليات جمع المتجهات التي سنلاحظها، التي سوف نعمل عليها بعد قليل. إذا كان العصر اتجاهها الاتجاه نفسه أو متعاكسة، مثلا هنا أحب أن آخذ مثلا هذا الموضوع، يقول أنا عندي هنا الطائرة، عندي طائرة مثلا تطير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، معها سرعة رياح بنفس اتجاه الحركة بـ20، نقول 100 زائد 20، يقول لي الطائرة 100 كيلو متر في الساعة عكسها رياح بمقدار 20، 100 زائد سالب 20، 80. إذا هذا هو عندي، هذه هي فكرة المتجه، يعني الإشارة السالبة تدل على الاتجاه. محصلة المتجهات المتعامدة هنا عندي، هذا أيضا فكرة مهمة جدا عندي. هذه هي عندي الفكرة، أصبح عندي الـ VR resultant المحصلة. أنا يقول لي أنا عندي 80 كيلومتر بهذا الاتجاه، 60 كيلومتر رياح بهذا الاتجاه، محصلة 80 تربيع زائد 60 تربيع، يعني يعطي مثلث قائم الزاوية، نتحدث عن نظرية فيثاغورس. 80 تربيع زائد 60 تربيع يساوي الوتر التربيع الذي يساوي نهاية 100 كيلومتر في الساعة. أنا عندي الآن هي الزاوية الدلالة على الساين بداية على الجيب. لاحظ أنا هنا عندي الجيب مقابل، إذا كانت الزاوية عندي 40 في الدرجة. طبعا فرضنا بأن الوتر هو دائرة الوحدة، يعني نتحدث عن قطر، نصف القطر يساوي واحد واحد دائما. هنا هذا في الرياضيات سأشرح إن شاء الله. إذا هنا عندي بداية مع تغير شكل الزاوية، لاحظ يبقى دائما فوق على واحد هنا بهذا الشكل. لو تحدثنا عن الكوساين سيعطينا أيضا إكس على واحد، ها هي بهذا الشكل، التان ها هو بهذه الصورة. دعونا هنا الآن نرى المحصلة كيف تكون. نفرض عندي أنا عندي هنا المتجه على الإكس 11، المتجه على الواي أيضا 11. نستخدم قاعدة فيثاغورس 11 تربيع زائد 11 تربيع يعطيني 242 تحت الجذر، طبعا يعطيني 15.6. نتأكد شو سم نرى و 15.6. إذا هذا هو، هذا اللون الأحمر هو الريزولتانت، هو المحصلة في الفيكتور أديشن. إذا هذا هو النمط الأول. النمط الثاني الأشهر هو 11 بهذا الاتجاه، 11 بهذا الاتجاه، 11 تربيع زائد 11 تربيع يعطيني الخط الأحمر، ها هو هذه الصورة ستايل 3. قد تكون على هذه الجهة لكني لا أرغب في دراسته، وأنا أفضل النمط الموجود في الشكل الثاني. إذا هنا دعونا فقط مثلا هنا لو أردنا أن نخرج أو أن نخرج بهذه الصورة، لو أردنا مثلا أن نغير نحن الآن، لاحظ مثلا لو أردنا مثلا أن نعمل أن الـ RX 6 الـ RY 8، إذا على الـ X 6 تربيع زائد 8 تربيع، 6 تربيع 36، 8 تربيع 64، 36 زائد 64 يعطيني 100، جذر التربيع 100 هو 10 باللون الأحمر كما هو واضح. الزاوية بينهما لو أنا أردت أن آخذ الزاوية، أحسب الزاوية بالتان،
التان بهذه الزاوية التان هي تساوي الـ opposite تساوي التمانية على الـ x على الستة. عالجها في الآلة الحاسبة يعطيك بأن مقدارها 53.1 على هذه الحالة. طيب لما استخدم منطق آخر بعتذر هو لاحظ عكست أن الاتجاه في هذه الحالة الزاوية كانت 121. لاحظ الـ Rx سالب فقد أنها تسير بهذا الاتجاه، هي ليست مقياس السالبية. سالب 8 زائد 13، إذن 8 تربيع زائد 13 تربيع يعني 64 زائد 169. أتركها لك عزيزي الطالب. في الآلة الحاسبة يعطيك بأن المقدار باللون الأحمر 15.3. الزاوية أيضا مرة أخرى آخذ الواي 13 على 8 تان يعطيني بأن الزاوية مقدارها 121.6. إذا يعطيك بأن طبعا هنا بهذا الاتجاه بهذا التربيع طبعا يعطيك سيعطيك طبعا أنت إذا عوضتها 13 على سالب 8 تان سيعطيك سالب 58 زائد 180 سيعطيك 121.6. طيب لو أنا فقط سأحاول وأنا فقط أن أريد ها هي واحد هنا نفس الزاوية لكن باتجاه المعكس 13.8 أعطاني 58.4. أنا هنا فقط لو مرة أخرى لكن المحصلة كما هي هذا معنى المحصلة 15.3 سأعكسها هي أيضا محصلة 15.3 لكن الزاوية هي التي تختلف. إذا أحبتي في هذا الفيديو أيضا مرة أخرى تعرفنا إلى أشياء أعمق في موضوع المتجهات. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل من الشير واللايك والاشتراك في القناة كتابة التعليقات وطرح الأسئلة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.